هذا التحالف هو تحالف انتهازي، وتحالف عبارة عن مجموعة أفداد، وتحالف فيه كثير من الشخصيات التي عليها ملفات فساد، وكثير منهم لا زالوا مكفلين بقضايا فساد، وإلى غاية الآن لم يعني تغلق هذه ملفاتهم في القضاء. بالتالي هؤلاء يريدون أن يصدروا أنفسهم من خلال شعارات كاذبة خادعة مضللة للجمهور. مرة نشهد أنهم يعني يرفعون شعار مكافحة الفساد، وهم أيضا عليهم قضايا فساد، وتارة أخرى ينادون ممكن بالحقوق، ونشهدهم عبر المنصات ما أشبه اليوم بالأمس، منصات التي كانت في على السريع الرمادي، ويعني كانت أيضا في يوم الجمعة وترفع شعارات قادمون إلى بغداد، واليوم أيضا نفس الشعارات ونفس السيناريو ونفس الخطابات، ولكن النهج تغير. الآن هم داعمين لحكومة محمد شياع السوداني السيد رئيس الوزراء، ولكن هم مع تأجيل المطالب بحقوق هذه المحافظات، متناسين أن يعني المطالبة بهذه الحقوق هي فيها توقيتات ضمن ورقة الاتفاق السياسي التي هي جزء من المنهاج الذي قدمه السيد محمد شياع السوداني، وتم التصويت عليه داخل مجلس النواب. بالتالي الجمهور رافض لهذه الطبقة بكل مسمياتها، لأن يعني لا أريد أن أذكر الأسباب، بالتالي تقدمت في مقدمتي عن الأسباب التي دعت هذا الجمهور إلى رفض هذه الطبقة السياسية، لأنهم كانوا في مناصب تنفيذية ولم يقدموا شيء لمحافظة الأنبار. ولكن الأمر أستاذ نجم إذا سمحت لي، يعني الكارثة والطامة الكبرى أن هؤلاء أصبحوا يغازلون أطراف في الحكومة على حساب حقوق ومطالب أبناء محافظة الأنبار أو المحافظات الغربية بالعموم التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي. خلينا أسألك بهذه النقطة، أنت طالما يا دكتور سيف أكثر من مرة مريت على هذا وكأنك تريد أن تؤكد حقيقة ما، هل الذي يزعجكم من هذا التحالف أنه الآن داعم لحكومة السوداني مثلا، وأنتم تتهمونه أو تعتقدون وتؤمنون أنه قد خالف الوثيقة الحكومية التي وقعتم عليها؟ هذا يعني هم تتهموهم أو ترونهم هكذا أنه خانوا الأمانة والمطالب بدعم الحكومة، والحكومة لم تنفذ هذه الورقة التي تعاهدت بها وهي من 40 نقطة؟ هاي انت مريت عليها أكثر من مرة. ليس بهذه الرؤية، أما أيضا السيادة هو داعم لحكومة السيد محمد شياع السوداني، والسيد رئيس البرلمان في أكثر من مناسبة تحدث وقال بأنه داعم لحكومة السيد محمد شياع السوداني، وأيضا مدد الفصل التشريعي استنادا إلى المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إقرار الموازنة، وهذا دعم للحكومة. اللقاء الأخير كان يجمع السيد رئيس مجلس النواب وتحالف السيادة الممثل بالسيد خميس الخنجر، أيضا لقاءات متواصلة مع السيد محمد شياع السوداني. بالمطلق ليس بهذه الرؤية، هم أيضا داعمون لحكومة السيد محمد شياع السوداني. أنت شرت تقول من خلال هذا؟ فهمني يا دكتور سيف شرت تقول. ولكن هؤلاء يعزفون على وتر مطالب ورقة الاتفاق السياسي عن طريق تأجيل هذه المطالب، وهذه المطالب كانت ضمن توقيتات زمنية في ورقة الاتفاق السياسي، بالتالي يجب احترام هذه التوقيتات.